النهارده هنشرح التمرين الاول. المره اللي فاتت الناس لو حضرت معايا قلنا الوورد عشان تفتحه بتفتح قائمه ابدا وتكتب W. ثانيه واحده الصوت بس، تفتح قائمه ابدا وتكتب W او وورد W، هيطلع لك اهو وورد 2013. هتفتحه هيفتح لك الوورد وهتختار جديد زي ما قلنا، وهتطلع الشاشه زي كده. بس طبعا ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش موجود عندك في الايه في بتاع الكلام ده انا كاتبه بيدي. طبعا عرفنا المره اللي فاتت الشاشه الافتتاحيه والكلام ده. النهارده المفروض هنبدا نشرح بناء على التمرين الاول وتنفيذه التنسيقات بتاعه الخط وتنسيقات فقره، حاجه اسمها تنسيقات الخط اللي هي اول ادوات معانا لتنسيقات الخط والفقره. طيب قبل ما نتكلم في حاجه مهمه، دي اللي هي الاساس في الموضوع بتاعنا. تاني يا شباب، انا بعت لكم التمرين وبقولها تاني اهو، خلاص لو انتبهتنا. طبعا ثانيه واحده، ثانية واحدة يا شباب عشان نشوف لكم الصور اللي أنا بعتها لكم. تمام، اهو ركزوا معايا يا شباب. طبعا انا كنت قافل بس عشان لحد ما الاقي الصوره. طبعا يا شباب ركزوا معايا، ده مفروض التمرين الاول اللي انا بعته لكم، بعت لكم صور ليه. مفروض ده التمرين الاول. انت في الاختبار او في اي حاجه او في سمونا الاختبار هيجيب لك واحد زي ده. انت مفروض ايه بقى المطلوب منك؟ ده تخلي زيه هنا بالظبط في الوورد، تعمله بالظبط، تعمله. انا عايز مطلوب منك انك تخلي ده شبه ده، هو مطلوب منك كده، انت مطلوب منك بالظبط كده. ده يبقى شبه ده. ايه ده شبهه؟ يعني ايه؟ يعني شايف الصوره دي لو طبعتها، وانا اللي انا عامله دلوقتي لو طبعته وحطيناهم جنب بعض يبقوا بالظبط زي بعض. انت هتخلي ده زي الناحيه التانيه ازاي؟ بالادوات اللي انا هشرحها. هل دلوقتي ده انا كاتب الكلام بس، انا دلوقتي مش عامل اي حاجه ان انا كتبت الكلام. كل الناس بتعرف تكتب، كله بيعرف يكتب، انا كاتب بس. يعني مجرد كتبت كلمه التمرين الاول يبقى بمعنى يعني كتبت، بمجرد ان انا كتبت خلاص. انا بقى مطلوب مني ان بعد ما اكتب اخلي ده شبه ده، ده زي ده. ازاي؟ ده اللي احنا هنشرحه النهارده يا شباب. فبناء عليه التمرين ده اللي هنشرحه وهننفذه. طبعا مش هقعد افتحه عشان نبدل، احنا المفروض نخلي ده زي ده في الاخر، فانا هشرح وانتوا تبقوا تشوفوا بعد كده من الصور اللي انا بعتها لكم. تمام؟ طيب اول حاجه مبدئيا كده، الكلام كله بيعرف يكتبه. اول حاجه لازم تاخد بالك منها شويه حاجات كده هشرحها كده خلاص. والتمرين الاول ده عشان هو كبير شويه ممكن يتاخد على محاضرتين، يعني بيتاخد بنخليه على اتنين، يعني بناخد نص ونص، يعني بنشرح مره جزئين لانه كبير شويه خلاص. اول حاجه لازم تعرفها زي قلتها المره اللي فاتت، لو عندك الوورد عندك يا شباب. طبعا قبل ما اعمل، كل الناس ظهر عندها ظهر عندها الشاشه يا شباب، الشاشه ظهر عندكم اللي انا بعمله. انا بفتح عشان اسمع الصوت منكم، عشان اسمع منكم. كله ظهر عنده الشاشه؟ اي نعم، ظاهر واضح. ظهر اي ظاهر موجود، خلاص. بس ظاهر خلاص تمام. تمام، اول حاجه قلتها المره اللي فاتت يا شباب، لازم تروح تعمل عرض وتظهر المسطره دي. لو مش ظاهره عندك على الكمبيوتر اللي فيها ارقام 1 2 3 دي والحاجات دي، اظهرها. ممكن ما تكونش ظاهر زي كده. قبل ما تبدا تكتب حتى الكلام اللي انا كاتبه ده يفضل تعمل كده عرض
تعمل المسطره. طبعا انا شرحت وظيفتها، قلت دي بتعمل الهوامش، الهامش اليمين، المسافه الفاضيه الفراغ اليمين ده ما تقدرش تكتب فيه عشان التجليد والتدبيس والحاجات دي، وبرضه نفس الكلام الناحيه دي والعلو، هي وظيفتها الاساسيه كده. بس ليها وظيفه مهمه قوي تانية معانا في التمارين بتاعتنا. ايه هي المسطره يا شباب؟ قبل ما تبدا تكتب لازم تتاكد ان الكلام كله، شفت النقطه دي؟ بس ان الكلام كله يا شباب بادئ مع بداية المسطرة. اهو لازم تخلي ده بادئ مع بداية المسطرة. ازاي؟ بزرار الباك سبيس. لو هو مش بادئ دوس باك سبيس هتخليه بادئ اهو. يعني مثلا ده مش بادئ مع بداية المسطرة، مش بادئ مع، لازم تخليه بادئ مع بداية المسطرة. المفروض ان انت قبل ما تبدأ تكتب هتعمل الخطوة دي، انت المفروض تعمل الخطوة دي تلقائي. انا كاتب جاهز وكاتبه غلط وكاتبه بايظ عشان اقول لكم الكلمتين دول. المفروض انت قبل ما تبدا تكتب تخلي مؤشر الكتابه مع بدايه المسطره. ادوس الباك سبيس، واحد يقول لي الباك سبيس ايه؟ زرار الحذف طبعا عشان الكيبورد، اجيبه لكم الكيبورد عشان تفهموا اللي افتحها برضو. بسم الله. واحد مفاتيح الشاشه ده زرار الباك سبيس، ده الحذف ده اسمه باك سبيس، بيبقى هنا ايه ده؟ تقف هنا كده وتدوس على ده في الكيبورد، تفضل تدوس كده لحد ما تخليه، تقعد تدوس لحد ما تخليه مع بداية المسطرة زي ما انت شايف كده. لازم لو ما خليتش مع بداية المسطرة تمام هيأثر عليك، لازم تخليه كده طلع فوق، دوس انتر، انتر بينزله سطر بقى، بس لازم يبقوا كلهم في بداية المسطرة دي. الحاجة بقى اللي قلت عليها مهمة قوي في شغلنا احنا، في شغلنا احنا تمام. طبعا انا بدوس بقى على الكيبورد اللي عندي عشان ايه النص تظهر. خلاص اديك عرفت منين في الكيبورد منين، خلاص دي مش خلاص زرار الباك سبيس، خليهم كلهم مع البدايه، كل السطور مع البدايه. انت مفروض قبل ما تكتب تعمل كل الكلام ده، مفروض اصلا قبل ما تكتب، بس انا عامله بايظ او مش شغال او عامله يعني مشتتين، عشان كده لازم كلهم يبقى مع بداية البسطرة قبل ما تشتغل. واحد يقول لي اشمعنى؟ لو عملت الشغل بتاعك والتنسيقات بتاعتك وما عملتش النقطة دي هتلاقي كل التنسيقات والشغل بتاعك طالع مش مظبوط، الكلام رايح يمين رايح شمال هتلاقي مش مظبوط، وانا بقولها من دلوقتي اهو تمام. طيب انا كتبت الكلام وظهرت المسطرة وخليتهم كلهم مع بداية المسطرة. النقطة الثانية والمهمة برضو قلت عليها المرة اللي فاتت بس ليها أهمية هنا برضو، الا وهي دي الزوم، الرؤية، مدى الرؤية، التكبير والتصغير بتاع المرئي. قبل ما تبدا تشتغل قلت خلي الرقم اللي هنا ده 100%، ما تقلوش اقل من 100% ولا اعلى 100%، لانك لو عملت، لو سبت، لو انت فتحت وكانت كده وانت مش واخد بالك هتفتكر ان الكلام صغير حجمه صغير وتبدا تكبر فيه عشان يبان لك كبير وهو مش صغير، هي الرؤيه انت مش مظبطها، او العكس ممكن تخليه كبير فاكره ان هو كبير زي ما شايفه في المنظر ده، هو مش كبير، الرؤيه برضه هي اللي مش مظبطه. فلازم قبل ما تبدا تشتغل برضه حاجه مهمه، الرقم اللي في الجنب هنا ده اللي هو تلاقيه كام في الميه ايا كان، دوس عليه بالماوس وقول له 100% موافق، كده هيجيب لك الرؤيه السليمه، هيجيب لك الرؤيه السليمه اللي تشتغل عليها عشان تقدر حجم الكلام صح. طيب دلوقتي انا زي ما قلت من شويه انا عايز ده يبقى شبه تاني، عشان مش هجيب الشاشه دي تاني، شبه ده هيبقى شبه ده. طيب الادوات اللي هنستخدمها كالاتي، احنا طبعا قلنا هناخد الادوات دي الاول اللي هي خط تنسيق خط اسمها كده المربع الحلو ده، طبعا الصفحه الرئيسيه كلها بالكامل هناخدها، بس هناخد الاول المربع اللي مكتوب عليه خط، ايه دي؟ تنسيقات خط، حجم الخط ونوع الخط والحاجات دي. دي اول حاجه لازم تعملها في اي تمرين لما تيجي تنشئه يا شباب، لازم تهتم بحجم الخط ونوع الخط. القائمتين دول اول قائمتين معانا، القائمه اللي فيها الرقم والقائمه اللي فيها كلام كده، ايه دي؟ نجيب اللي فيها رقم، اللي فيها رقم دي نوع حجم الخط، حجم الخط، الخط حجمه قد ايه؟ بمعنى خدها قاعده من دلوقتي اللي انا بقوله لك، اي حاجه عايز تعملها في الكلام، اي تغييرات او عايز تعملها في الكلام من الادوات اللي هنشرحها النهارده او بكره او بعده، لازم الاول تحدد الحاجه اللي انت عايز تعملها. لازم تحدد بالماوس، يعني كلمه التمرين الاول مثلا لازم احددها عشان اكبرها او اصغرها او اعمل اي حاجه فيها عايز اعملها. خدها قاعده، لازم تحدد الحاجه بالماوس، امشي اضغط بالماوس كده واحددها. طيب بعد ما حددتها الحجم من هنا، القائمه اللي فيها ارقام دي الحجم، اقل حاجه 8
واقصى حاجه 72. واحد يقول لي طب معلش يعني الارقام اللي موجوده دي كل ما ازود الرقم يزيد. بص 72 لحد 48 72. طيب اقل حاجه 8 واقصى حاجه 72. واحد يقول لي طيب مفيش اكتر من كده، يعني اقل حاجه 8 واقصى حاجه 72، مفيش حاجه اكتر من كده. لا في، يعني في اكتر من كده. لو عايز اكتر من كده خلاص هتقف على الرقم هنا وتكتب اعلى. انا مثلا عملت 72 وعايز اكتر من، انا دوست 72 اهو بقى 72، عايز اكتر من 72، عايز حجم اكبر من 72، تدوس هنا كده بالماوس وتكتب الرقم. اكتب الرقم ازاي؟ تكتب عايز 100، تكتب في الكيبورد في الارقام 100 وتدوس انتر. اول ما هدوس انتر بصوا يا شباب ايه اللي هيحصل، بقى 100. او في زرارين هنا في الجنب كده شايفينهم، واحد ايه صغيره وايه كبيره. ده الكبير اللي هي الكبيره دي لما بتدوس عليه بيكبر ارقام ازيد، ده بيصغر. يعني حضرتك لو عايز حاجه اقل من اكبر من 72 ممكن تختارها وتكتب انت بايدك الرقم اللي انت عايزه اكتر من 72. لو عايز اقل من 8، واحد يقول عايز اقل من 8، ادي 8 صغيره اهي، لا اما بتضغط على ده برضه وتصغرها اقل من كده، او انت تكتب انا عايز مثلا 3. بص هيحصل ايه اول ما تدوس 3 على كلمه التمرين، اول ما هتختفي بقت صغيره خالص. فاول اداه واهم اداه معانا، اهم اداه وانا بقولها دي، حجم الخط. اول حاجه تعملها لما تيجي تظبط نسق الكلام حجم الخط. الكلام ده عايز نظبطه هتقف كده وحجم الخط. طيب حجم الخط اختار ايه؟ طبعا ركزوا معايا يا شباب في التمارين عامه في اي حته في بره اختار اللي انت عايزه. يعني جالك شغل في بره في اي حته براحتك انت اختار بالنظر، يعني حجم الخط دي بالنظر. لكن في التمارين بتاعتنا احنا في قاعده بنقولها، انا في قاعده بقولها تماريننا احنا تمارين بتيجي في الاختبار بشكل كبير كتير، يعني بيبقى اقل حاجه 12 الحجم. اقل حاجه ممكن يبقى في التمرين 12، مش فيش اقل من 12 خلاص. واعلى حاجه 18، مش فيش اعلى من 18. واحد يقول لي معلش لو انا عملت 20، لو عملت حجم حاجه 20، حضرتك لو عملت حجم حاجه 20 في التمارين بتاعتنا بقولها لك من دلوقتي هتلاقي التمرين بتاعك الكلام كبر 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 ونزل في الصفحه الثانيه وانت عندك التمرين صفحه واحده. فاخدها قاعده اقل حاجه 12 واقصى حاجه 20، لا سوري 18 في التمارين بتاعتنا. واحد يقول لي طب بره التمارين بتاعتنا، بره التمارين بتاعتنا ممكن، بس في التمارين بتاعتنا احنا اللي هندرسها هو كده اقل حاجه 12. يعني ايه؟ انت شوف بالنظر، انت بقى شوفها بالنظر ملهاش قاعده. يعني ايه ملهاش قاعده؟ انت افتح التمرين الناحيه الثانيه كده، ما انت معاك في الورقه بقى وشوف مثلا ايه المناسب ده، مثلا ايه الحجم المناسب فيها. طبعا انا هخليها اعمل الرؤيه عشان تشوف ايه المناسب هنا. كلمه التمرين الاول ايه المناسب؟ خلاص المناسب مثلا هل 12 14 16 18؟ انا شايف مثلا المناسب 14. واحد يقول لي طيب ماشي افرض ان انا عملت بطريقتك عملتهم كلهم 14، انا شايف ان كلهم 14. لا بالعقل كده انا سالتكم قدامك التمرين اهو، هل هنا التمرين اللي قدامك دي كلهم حجم واحد كلهم قد بعض؟ لا كلهم مش قد بعض بالعقل، يعني كلهم مش قد بعض. هل كلمه التمرين الاول قد كلمه اما بالنسبه للدورات التاهيليه؟ لا، اما بالنسبه للدورات التاهيليه حجمها اكبر من التمرين الاول. فما تجيش انت تعملهم كلهم حاجه واحده، لا تنقص درجات. كل حاجه اقولها ليها درجات وشكله هيبقى مختلف، هتلاقي الشكل غريب مش طبيعي مش زي اللي انت عايزه ده. لا الاحجام تختلف بس تقديريه برضو ليك، بمعنى تقديريه وفيها منطق. يعني كلمة التمرين الأول زي ما أنا قلت دلوقتي حجمها صغير بالنسبة للإيه؟ لأما بالنسبة للدورات، هي حجمها مش أكبر من أما بالنسبة للدورات، فملاقيش واحد بالمنطق يعني يجي عند التمرين الأول يعملها 18 مثلا ويجي كلمة أما بالنسبة للدورات يعملها 12، ده مش منطق. يعني بالعقل أنت شايف إيه؟ أنت شايفها إيه بعينيك أنت؟ دي حاجة بعينيك أصلا، مفيش حاجة رقم معين هتعمله بس بعينين. أنت شايف إيه؟ التمرين الأول أكبر ولا أما بالنسبة للدورات؟ المفروض التمرين الاول اصغر من اما بالنسبه للدورات. فمعلينا يعني ده اكيد مش هتبقى دي 18 لان هي اكبر حاجه 18، هتبقى 14 مثلا 16 شوف انت. واما بالنسبه للدورات هي اللي هتبقى كبيره 18. يعني الموضوع كده موضوع تقديري ونظر ومنطق وحاجات كده كتير في بعض، مش اقل من 12 ومش اعلى من 18
واحد يقول لي طب يعني ايه، خد بقى الكلام حته حته، انت معاك الورقه جنبك كده وقارن. انا مش هقعد افتح بقى الورقه هناك عشان ما ينفع يعني نختصر الوقت. هنا مثلا انا شايف الورقه هناك، لو انت معاك الورقه وباصص فيها هتلاقي المناسب هل 12 14. انا ماسك فاتح الورقه عندي برضه، انا شايف المناسب 16. خلاص الفقرات دي ممكن تحدد فقرات مع بعض، انا شايفهم كلهم قد بعض ما عدا واحده هنا في النص تخينه، هقول التخينه دي بعدين، بس كلهم حجم واحد 12 14 16. ممكن ياخدوا 16. واحد يقول لي طب 14 و16 في اختلاف، 14 و16 ما فيش اختلاف يعني، دي او دي مش هتفرق. بس انا بقول لك المنطق، يعني ايه المنطق؟ زي ما قلت من شويه، ما يكونش واحده حجمها كبير واحده حجمها صغير، انت تعمل العكس او تعملهم كلهم قد بعض. تمام. طيب اللي تحت دول دورات الفقرتين دول دورة قد بعض برضو، احددهم بالماوس كده احددهم وافتح واشوف 12 14 16 يعني 16 معقول. اما بالنسبه للدورات القصيره دي اكبر واحده برضو موجوده ممكن تبقى 18. خلاص تمام. طيب ايه تاني؟ نيجي للباقي. الفقرات دي كلها قد بعض دوره دوره دوره، اشوفهم هل 14 16 ممكن 16. اما بالنسبه يتكون الحاسوب دي ممكن تبقى ايه، نقول 14. يلا ممكن 14 بس براحتك يعني. ما يعني واحد يقول لي 14 و16 و16 من بعض. تمام. طيب اول حاجه مفروض تعملها في اي تمرين هيجي لك، مش الاول بس اللي انا بشرحه ده ينطبق على اللي جايين كلهم، اول اداه حجم الخط. تشوف حجم الخط كده اللي قدامك الكلام وتبدا تعمل احجام الخطوط زي ما انا عملت كده. فدي اداه حجم الخط دي، وقال في تمارين احنا اقل حاجه 12 واقصى حاجه 18. طيب اللي جنبها دي بقى مهمه قوي، نوع الخط. نوع الخط مهم جدا 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 جدا. بمعنى لو انا جبت الصوره يا شباب هجيبها، اضطر اجيبها، بس لو جيت قلت لك هل انواع الخطوط، واحد يقول لي انواع الخطوط يعني ايه نوع الخط؟ شكل الخط، خط رقعه. انتوا خط في العربي، في العربي حاجه اسمها خط رقعه، خط كوفي، خندق، خط اندلسي، شكل الخط اندلسي. هل اشكال الخطوط، مش احجامها، مش احجامها، اشكال الخطوط هنا في التمرين زي بعض؟ هل الخط ده شكله زي الخط ده؟ لا، الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده كل الخطوط شبه بعض اوكي، بس في خط ده والخط ده والخط ده شكله مختلف. هي دي الفكره. حضرتك لو في اي تمرين جالك لقيت خط مختلف يبقى ده نوع الخط بتاعه متغير. واحد يقول لي اعرف منين؟ هي بالنظر برضو بالمنطق. الخط اللي هو زي التمرين الاول ده اللي هو العادي ده اسمه الخط العادي، اللي هو العادي ده، ده اللي بيبقى العادي اللي هو الورد بيختاره. لكن في انواع خطوط زي ده مثلا شكل الكلام مختلف، الميم مختلفه، السين مختلفه، الحاجات دي مختلفه. ثانيه واحده يا شباب خليكم معايا. وعليكم السلام. ثانيه واحده. ايوه شباب معلش هنكمل، عذرا طبعا زي ما قلت يا شباب اهو. طيب دي اول حاجه نوع الخط.
لازم تشوف. لو ده العادي، دي اسمه اريال الاساسي العادي، اللي هو على شكل شايف شكله ده. لكن لو لقيت مثلا واحد مختلف زي ما وريتنا كده، يوجد بمعدل الخبراء دي شكله مختلف، واما بالنسبه للدورات شكله مختلف، واما الدورات القصيره شكله مختلف. لو لقيت نوع خط شكله مختلف من القايمه دي، دي قايمه نوع الخط، كل اللي عليك تعمله تحدد اهو اهو اللي انت عايز تغيرها. دي مش هغيرها ليه، دي العاديه الاساسيه، دي موجوده هناك زيها، انت بتشوف الورقه اللي معاك زيها، لكن دي شكلها مختلف عن دي اهو، مش هي. فاعمل ايه؟ اروح محددها وفتح القائمه دي. طبعا القائمه دي طويله جدا، يعني طويله جدا، فيها كل انواع الخطوط بكل انواع اللغات، العربي والانجليزي والهندي وكل اللغه، البرتغالي والاسباني. دي قائمه انواع خطوط كتير في العالم. طب واحد يقول لي انا هقعد ادور في كل القائمه دي؟ في الطبيعي بالنسبه لك انت في اختبارك اه، بس احنا في تماريننا هيبقى في 3 انواع بس، ما تعتمدش على كده في اختبارك انت، فعلا هيجي كده. ايه ده؟ انت عشان تعرف، اقول لك القاعده، عشان تعرف او تدور في القائمه دي، مش هتدور في كل الانواع دي، لا، هتدور في اللي قدامه كلمه ابجد هوس. اللي قدامه كلمه ابجد هوس ده يا شباب، خلاص، اللي قدامه كلمه ابجد هوس ده، خلاص، دوت العربي بس، نوع الخط العربي. بمعنى ادي الكلمه انا محددها، لو وقفت على فوق ده هل الكلمه اتغيرت؟ لا. اللي تحتيه هل الكلمه اتغيرت شكلها؟ لا. اللي تحتيه لا. اول ما اجي على ابجد هوس ده، بص، ده نوع خط. واحد يقول لي طب اعرف منين الشكل اللي هناك؟ انت فاتح الورقه وفاتح البتاع، فاتح الاثنين مع بعض. طبعا اعملها، احاول اعملها عشان الموضوع بيبقى صعب شويه. تفتح دي وتفتح دي، خلاص، وتبدا. طبعا مش تفتح هنا، ده المفروض تبقى معاك ورقه طبيعها احسن يعني. هتفتح كده، تفتح كده، وتشوف اهو ده، تحدد كده وتشوف. هتفتح كده ومعاك الورقه، هل ده شبه اللي تحت ده كلمه الدورات؟ لا، مش شبه. هل ده تقف على ابجد هوس بس، ان اللي غير ابجد هوس مش كده، اللي مكتوب كلمه ابجد هوس بس شبهه؟ لا. شبهه؟ لا. شبهه؟ لا. وتبدا تنزل تحت لحد ما توصل. طبعا انا عارف النوع. واحد يقول لي طب معلش انت عارف النوع، انا هقول لكم حاجه تسهل عليكم شويه، يعني كل دي انواع مختلفه، الديواني انا عارف النوع، بس اقول لك حاجه تسهل عليك وبسيط قوي في الاختبار وفي التدريبات بتاعتنا وفي الحاجات بتاعتنا، تسهل عليك موضوع الاختيار، لان الاختيار ده هيجي ممارسه، انت تقعد تدور تدور تدور، بس انت المفروض تقعد تدور، يعني تقعد تبص كده لحد بقى. بس انا اوصل للاخر، المونوتايب كوفي، النوع ده اللي هو الكوفي، النوع ده المفروض هو الكوفي يا شباب، اللي هو ده. هو طبعا واحد ما يقول الحجم، مالكش دعوه بالحجم، الحجم الورقه دي لتحت دي مش طبيعيه، يعني انت خليك في الطبيعي، اللي هو زي ما انت اخترت الحجم كده. واحد يقول طب معلش انا هقعد اتطور كده كل مره؟ لا. انا اللي قلت لو عايز اغير دي واعملها برضو نفس نوع الخط، افتح بدل ما تقعد تدور. في حاجه عايز اقولها لك، في الاجهزه اللي هتشتغل عليها هناك في الاختبار هناك، الاجهزه دي عليها التمارين، نفس التمارين اللي انت خدتها او درستها، او التمارين دي نفذها قبلك حد كتير، يعني زي ما تقول كده بيعيدوا الاختبار كذا مره، يعني تلاقي مثلا اختبر الاختبار ده مليون واحد قبلك. ففي حاجه اسمها الخطوط المستخدمه مؤخرا. شايف انا الجهاز ده عشان اشتغلت عليه اول مره، هتلاقي الخطوط المستخدمه مؤخرا واحد بس اهو، ظاهر اهو، بدل ما اقعد ادور عليه تحت وطلع لي فوق. انت عندك هتلاقي القائمه دي مليانه، مليانه ايه؟ كل الخطوط اللي استخدموها متاخر، اخر خط استخدمته بيبقى موجود هنا. فمش محتاج تحط تدور في القائمه، لو عايز تدور تايمر دور في الجزء بس بتاع الخطوط المستخدمه مؤخرا. انا مثلا اللي انا استخدمته ده واحد لقاها موجوده بدل ما انزل تحتها. نفس الكلام هنا اهو. تمام؟ طيب. دي حاجه، يعني حجم الخط ونوع الخط. في حاجات تانيه بقى مهمه جدا، الادوات اللي تحت دي اللي هي ده. تعمل خط تحت الكلام والترقيم والحاجات اللي كده، بس هنتكلم في الاساسيات دي. طيب ايه الخط اليو ده؟ اليو ده بيعمل خط تحت الكلام، يعني كلمه دبلوم برمجه لمده عامين، لو عايز تعمل خط تحت الكلام اداه يو دي لو دوست عليها بتعمل خط تحت الكلام. طيب لو عايز تتخن كلمه، كلمه دبلوم تطبيق لمده عامين، كلمه تخينه عايز تتخنها، بولت، دي بولت دي بتغمق الكلام. طبعا هنقولها دي سريعا بس هنشرحهم تاني، احنا هنكتفي بس بالجزء بتاع الديره اللي قلناهم النهارده، زي ما قلت التمرين ده هيتاخد على مرتين لان ده لسه بدايه خلاص. طيب الاي اي دي ميتاليك او ايتاليك سوري او مائل، اي دي ايتاليك او مائل، دي مش موجوده في التمرين ده،
التمرين ده ما فيهوش، بس هيجي لك تمارين تانية قدام لما تكون عايز تميل كلمة. يعني كلمة دبلوم قدرت عمل عايز اميلها، لو دوست كده هتميل الكلام. وخدها قاعدة، ايه ده، خدها قاعدة، اي حاجة عايز تلغيها من الحاجات دي، لو عايز اشيل مثلا الخط اللي تحت الكلام ده احدد وادوس اليو دي تاني، دوس على الاداة تاني تتلغي. لو عايز تنفذ الحاجة احدد تاني ودوس تتنفذ. عايز ارجع الكلام بدل مايل عادي اهو، تدوس عليه ورجعه تاني، عايز تميله كده. فالثلاث ادوات دول، واحد بتتخن الكلام، واحد بتميل الكلام، واحده بتعمل خط تحت الكلام. طبعا هنقف لحد هنا، هنكمل التمرين ده لانه التمرين ده طويل شويه، هنكمله بكره ان شاء الله يا شباب. هيبقى يتاخد على محاضره، ده الوحيد اللي هيتاخد على محاضره دي، لان فيه ادوات اساسيه وكتيره قوي 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 قوي. هنقف هنا كده ثانيه واحده.